قلق البعض، هل ستدوس أقدام، هل سيدخل الجنود الفلسطينيون إلى أرض غزة؟ كل هذا في انسجام. تم الهجوم على إسرائيل في 7 أكتوبر تشرين الأول من قبل مجموعة إرهابية حماس مع حصيلة إنسانية وفظاعة لا سابقة لها، ونحن تأثرنا أيضا حيث فقدنا 31 من رعاينا، تم أخذ رهائن أكثر من 200، وهنا أيضا 9 من رعاينا هم من هؤلاء الرهائن. وبالتالي وبشكل واضح نحن أقررنا بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، وجئت إلى هنا لأقول لهم بأنهم ليسوا لوحدهم، إن مكافحة الإرهاب ليست قضية بلد واحد، هذا الأمر يستلزم تعاونا دوليا، ونحن نقوم بذلك ونستمر في ذلك في هذه المنطقة. قبل عدة أسابيع عدة من جنودنا سقطوا في إطار هذا التحالف على الأرض العراقية، هذا فيما يتعلق بالإطار. ولكن ومنذ البداية قلنا بأن إسرائيل حق في الدفاع عن نفسها، ولكن أن تقوم بذلك في إطار القانون الدولي واحترام قوانين الحرب والقانون الإنساني الدولي. وهذا ما يمكن أن يضيف هذا التحالف، أي استهداف المجموعات الإرهابية وتبادل الخبرات وتفادي ضحايا بين المدنيين في الأسبوع الماضي، ولا سيما في الأيام الماضية، وسبب هذا القصف المكثف في قطاع غزة غير من طبيعة المنطقة مع مخاوف ومخاطر اندلاع العنف. وبالتالي لدينا مسؤولية جماعية لنأخذ بعين الاعتبار هذا الوضع الإنساني للسكان ونعطي إجابة، وهذا هو واجبنا، وأن نقدم أيضا إجابة سياسية. إذن هناك دائما في الخلف حق الفلسطينيين في دولة لهم. هذه الإجابة كاملة ومتكاملة التي من شأنها أن تسمح بأن تستجيب للفعل الأصلي، أي هجوم الإرهابي لحماس، والتي من شأنها أيضا تفادي التصعيد في المنطقة وحماية السكان. هذه المبادرة من أجل الأمن والسلم الذي اقترحناها، التي تعتمد على 3 أركان ينبغي القيام بها بالتوازي. أولا مكافحة الإرهاب. نعم، ونحن إذا قمنا بالتعويل والارتكاز على هذا التحالف الموجود أصلا ضد داعش، ونحن لا ندخل في قيود قانونية، هناك دروس مستخلصة من هذا التحالف، لدينا خبرة في هذا التحالف سمح في هذه المنطقة بمكافحة مجموعة إرهابية وملاحقتها. استنادا إلى هذه التجربة لنبني مع جميع البلدان التي من شأنها أن تساعد اليوم مع إسرائيل، ولكن مع جميع بلدان المنطقة من أجل مكافحة المجموعات الإرهابية من ضمنها حماس، من أجل تشاطر المعلومات، تحديد هذه المجموعات الإرهابية وتحييدها.